ومباشرة اليوم حيكون معنا ضيف للحديث حول منظمة شباب من أجل دارفور. معنا عبر الهاتف أو عبر الإسكايب أحمد عبد الله إسماعيل، رئيس ومؤسس منظمة شباب من أجل دارفور من فرنسا. أهلا ومرحبا بك يا أحمد. مرحب بكم ومرحب بكل أهلنا في السودان، وأخص بالتحية أهلنا في أقليم دارفور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جرحى كل الأمة السودانية وأن يحسن دماءنا، وإن شاء الله أن نطل على خناة سودانية 24 وأن نقدم الإبداعات ونقدم التنمية التي يتمناها المواطن منذ زمن بعيد إن شاء الله. أحمد، بداية منظمة شباب من أجل دارفور كانت من وين الفكرة، وبرضو الهدف الرئيس كان من تكوين المنظمة؟ منظمة شباب من أجل دارفور أتت فكرتها كما ذكرناه سابقا في ساحة سودانية 24 الأريفة، فكرة من طلاب سودانيين بخارج السودان في سبيل المساهمة بشيء ما، حتى نحاول في تغيير الوضع التجاري الآن في السودان، أو سابقا فيما يخص الصراعات، فيما يخص الأشياء المدمرة بالنسبة للتنمية والمدمرة للإنسان، والمساهمة كشباب في نهضة البلد ولو بشيء أو بقدر ما، حتى نستطيع أن نرجع نحن كمغتربين جميعا ونعيش في وطننا الحبيب. يعني المشاركين في المنظمة هم كلهم شباب دارفور لكن من خارج الوطن؟ نعم، وأيضا من داخل الوطن، الأناجيلية من داخل الوطن كذلك، برضو من داخل الوطن. جميل. طيب، كثير جدا من المنظمات اللي هي بتقام بيكون عندها هدف رئيس، لكن كثير جدا من المشروعات بتعتمد في الأساس على موضوع التوعية. شنو أهم الرسائل التوعوية اللي بتعمل المنظمة من أجلها، اللي هي برضو بتقلل كثير جدا من المخاطر ومن التحديات اللي ممكن تكون بتواجهه، برضو ممكن تكون حتى من الأشياء اللي احنا وصلنا لها فعليا حتى الآن، إذا كان من دمار أو خراب، بيكون أسسها الحقيقي في التصليح هو التوعية. منظمة شباب من أجل دارفور في رسالتها عبر التوعية نشرنا أكثر من آلاف من النسخات على وسائل التواصل الاجتماعي، اتخذنا أيضا خطط تدريبية، خطط ورش في إقليم دارفور، عملنا مؤتمرات للشباب في سبيل الحد من المشاركة في الصراعات التي تجري، وأيضا الآن لنا خطة عبر مشروع سميناه التوعية الشاملة للإقليم. هذه التوعية نقصد بها الوصول لأي قرية، لأي فريق، لأي مواطن، لأي تاجر، لأي حتة يسكن فيها مواطن في إقليم دارفور، حتى نستطيع أن نخبر الناس بأنه المشاركة في الاقتتال أو المساهمة ولو بكلمة له ضرر كبير ويؤثر في تنمية البلد وفي اقتصاد البلد، ويؤثر حتى في حياة الناس، بتنبت أرواحها والناس يعني بتصبح معاقة والناس بتحصل لها أكثر من مشكلة. فلذلك اليوم بنعمل في أكثر من محلية في عملية توعية، كذلك دربنا سفراء للسلام، سميناها سفراء للسلام، شباب نحن نشكرهم الآن يعملون ليلا ونهارا في المساهمة في إنهاء الصراع الدائر في دارفور، أو المساهمة في إنهاء الصراع بشكل عام. يعني أحمد، تتفق معي إنه في كثير جدا من المشكلات الموجودة الآن هي يعني ممكن لو رجعنا لأصول المشكلة بنلقى إنه انتشار الفتنة والكراهية وخطاب الكراهية هو كان لاعب دور كبير جدا في تأجج الوضع الممكن يكون موجود. ليتمدى برضو أنتم مصطحبين معاكم عدد ممكن يكون غير من أهل دارفور، ممكن تكون من الشخصيات الممكن تكون هي داعمة للسلام، الشخصيات المؤثرة حتى في دارفور، القيادات المختلفة، عشان تكون الرسالة التوعوية هي رسالة أشمل وتقدر توصل كمان حتى لطوائف كبيرة من الوطن. والله يا أختي، يعني إحنا بصراحة الآن نحن كشباب يعني لن نرى يعني من الشخصيات الكبيرة الآن موجودة، سواء كان في الساحة السياسية أو ما شابه ذلك، نحن في حد ذاتنا نتهمهم بأنه هم المسببين في الصراع، لأنه لا يمكن أن يكون كل هذه الجهاد وكل هذه التسميات
لان هي موجوده وبتتكلم عن قضيه الاقليم، فالاقليم بتحصل فيها الاف من الموتى يعني سنويا وعشرات شهريا ومئات يوميا. فالسؤال اللي احنا طرحناه في اكثر من خانه، لانه اذا اصلا هناك قوات مسلحه، هناك قوات للدعم السريع، هناك قوات للامن، هناك قوات للشرطه، هناك قوات للسلام، وايضا هناك قوات للحركات المسلحه، الان كلها متواجده في دارفور. تحصل مشكله والناس يعني بتسمع، وكل هذه القوات المعلومات بترد اليها بانه في منطقه ما، وانا بعطيك مثال بسيط في مهليه اسمها كريني، يعني المشكله حصلت في السوق بين شخص واحد، فانفعت المشكله الى ان اصبح حريق بالنسبه لعسكره النازيين وحريق بالنسبه للمحليه، وفي المحليه ذاتها هناك قوات ولا تبعد من مسافه الولايه 50 كيلومتر تقريبا، فلا احد يتحرك، فقط كل هؤلاء المسميات يتحركون بعد ان تقع الحادث، بعد ان تموت الناس، بعد ان تحرق، بعد ان تنحب الاموال. طيب يا احمد، لكن هؤلاء كانوا صادقين لماذا لا يشاركون في الحد قبل وقوع الازمه؟ فلذلك نحن عندما نقول نتهم هؤلاء، لانه هناك اكثر الان في دارفور اكثر من جهه بتامل في سبيل زعزعه الامن، في سبيل ان يظهر بقياده او في سبيل ان يظهر ويخفف على الاسف الاشياء الشخصيه التي تؤال الى الجهه التي تسبب في هذه الازمه. الا وعلى ذلك نحن نناشد عبر سوداني 24 الحكومه بانها تعمل بجديه بالذات في اقليم دارفور في انهاء هذا الصراع، لانه لا يمكن منذ قرون ان يموت هؤلاء المساكين، وكل يوم واخر نسمع بلجنه ونسمع بتحقيق، لا نرى تحقيق ولا نرى عداله في ذلك. فهذا الشيء الذي يغلق الشباب ويغلق المجتمع، وهناك يأس كبير من الشباب لانه لا مستقبل لهم في السودان. ونحن نناشد كل الشباب بانه يجب ان نجدد الامل، ويجب ان نساهم في عملية استقرار الأوضاع، وفي عملية محاربة الذين يساهمون في تعزيز الثراء، والذين يساهمون في هذه الأشياء التي تدور بالبلد وتدور بالمجتمع. صحيح. أحمد، بس إذا سألنا إنه كيف أنتم بتزعوا كمنظمة لتعويض وإرجاع النازحين إلى مناطقهم لتكملة موسم الحصاد، دوركم في هذه الجزئية بالتحديد؟ احنا اجرينا اكثر من اتصال، لانه الخطه الاساسيه بالنسبه للمنظمه ارجاع النازحين واللاجئين الى مناطقهم. لكن قبل ان نرجع النازحين واللاجئين الى مناطقهم، هناك خدمات للمنظمه ان توفرها، توفير بيئه عمليه او بيئه انتاجيه، توفير الخدمات الاساسيه، المياه والصحه والمدارس والكهرباء. لكن الان نحن اصبحنا مقيدون، لا نستطيع ان ننفذ ولا في قريه واحده، لانه ليس هناك امن. ليس هناك امن، نحن كل يوم واخر حتى في عمليه التوعيه يتعرض افراد المنظمه لنهب في الطرقات، ولا نجد سندا من الحكومه ولا نجد سندا من ان شاء الله يا احمد الليله السلام. مساحتنا الصباحيه وان كانت بسيطه تقدر يعني تلقى الدعم وتلقى المسانده، واكيد ان شاء الله صوتكم بيصل باذن الله تعالى. انا شاكر جدا لك احمد عبد الله اسماعيل، رئيس ومؤسس منظمه شباب من اجل دارفور، كنت معنا عبر تقنية الإسكايب من فرنسا، شكرا جدا لك، وإن شاء الله تحل كل المشكلات ونتجه من حل المشكلات إلى الإعمار الحقيقي والاستفادة من كل الخيرات الموجودة في السودان الحبيب. شكرا لك جزيل الشكر أحمد.